اولا احب اشكر تيدكس ان انا كنت معاكم النهارده. هو شرف طبعا لاي حد ان هو يقف على السبوت الاحمر ده، لكن بالنسبه لي الشرف الاكبر كده ان انا في محافظه زي محافظه المنوفيه. ازاي تنشر فكره؟ ازاي تنشر فكره او تنشر معلومه او تنشر خبر؟ عندك ثلاث طرق عشان تنشر الفكره بتاعتك، يا اما كتابيه يا اما صوتيه يا اما مرئيه. مفيش طرق غير الثلاثه دول. المرئيه هي عباره عن صوره وفيديو، يعني سواء هتختار صوره او فيديو. طيب ايه الاقوى؟ الاقوى ان انت تعمل فيديو. الفيديو ده بيتقسم ايه؟ الفيديو ده بيتقسم لجزئين، مونتاج او موشن جرافيكس. والموشن جرافيكس هو مجال شغل. الجميل في موضوع الفيديو انك بتستخدم فيه كل الحاجات اللي فاتت دي، بتستخدم فيه صوت، بتستخدم فيه كتابه، بتستخدم فيه صوره، بتستخدم كل حاجه علشان تلعب على احساس البني ادم اللي بيتفرج. دراسات كتير جدا بتقول ان الفيديو هو احسن طريقه للتعامل مع الناس، او ان انت تعمل فيديو تفاعلي، فدي افضل طريقه انك تنشر بيها فكره او معلومه او خبر، او حتى لو عايز تلعب على احساس الناس. وده هنكتشفه بعدين واحنا ماشيين في البرزنتيشن. المشكله في ايه بقى؟ المشكله ان في عالمنا طبعا العربي الجميل، او بالذات في مصرنا الحبيبه، ان مفيش حد اصلا، او بلاش مفيش حد عشان ما نظلمش الناس، ما ممكن نقول 80-85% مش فاهمين يعني ايه مصمم جرافيكس، او مش فاهمين يعني ايه موشن جرافيكس. في حد هنا مصمم جرافيكس؟ ثلاثة بس. طب في حد نفسه يتعلم موشن جرافيكس، او في حد نفسه يخش في مجال الجرافيكس او ده شغفه؟ طب ما حلو يعني في امل اهو. المشكله ان مفيش حد هيفهم اصلا يعني ايه موشن جرافيكس، بالذات سواقين التكوس. لما تركب مع سواق تاكسي، طبعا سواق تاكسي الجميل في مصر معروف انه بيقعد يحكي لك كل مشاكله مع مراته ومع حالاته اللي ضربته على فين امبارح، بيقعد يحكي لك المشاكل اكنك واحد من العيله. هو تقريبا بيبقى قاعد زهقان، فهو ما بيتكلمش، فما بيصدق حد يروح يكلمه. فانا اول ما بركب التاكسي، سواق تاكسي بيبقى باصص لي من فوق لتحت كده، عامل لي كده، اتفضل يا باشا. هو بيختارك على فكره، سواق تاكسي في مصر هو اللي بيختارك مش انت اللي بتختاره. يعني لو انت واقف، لو وقفت ما ممكن يبص لك ويعرف ويمشي يعني. ده غير ان هم بيفضلوا يتمشوا كده في الشوارع والميادين وهو مش عايز يشتغل، هو نازل يلف يعني. فركبت مع سواق تاكسي فقعدت جنبه، فراح باصص لي قوي كده، فالكلام جاب بعضه. المدام عملت معرفش ايه، وانت عارف بقى مش عارف ايه وايه والحكاوي الطريفه. والباشا بقى شغال ايه؟ الباشا بقى شغال ايه؟ فمعرفش ليه ساعتها يعني، فمعرفش ليه ايه اللي جاب السؤال ساعتها، ويمكن شكله ما عجب يعني، انا شكلي ما عجبوش معرفش. فطبعا السؤال ده اول ما بيتسال انا بحط ايدي على قلبي، يا هقول له ايه؟ او مصمم جرافيكس يعني ايه مصمم جرافيكس يعني؟ فاول حاجه بتيجي في دماغي، اول حاجه طبعا لما انا ماشيين في الشارع في بيل بوردز، في اليافطه اللي بتبقى متعلقه، فببص على اليافطه، شايف اليافطه اللي هناك دي يا اسطى؟ اه. انا بقى بعمل زي الحاجات دي. قال لي اه صنايع يعني. قلت له لا هو يعني مش بالظبط، بس شايف طب الرسومات اللي جوه اليافطه؟ قال لي اه. انا بقى بعمل الرسومات دي. قال لي اه الواد ثلاث سنين كده، في ثالثه عنده ثلاث سنين بيقعد يرسم برضه ويشخبط وبتاع، لما يكبر بقى يبقى زي كسيب يعني. انت كسيب يا باشا، الشغلانه دي بتكسب يعني. وبيفضل الحوار على كده طول الطريق، وبحاول افهمه وما بيفهمش. مش عيب فيه والله، هو العيب فين ده في الموضوع؟ العيب فينا احنا. العيب في مصممين الجرافيكس انه بيشتغل الشغلانه ما بيحاولش يفهمها للناس، بالذات اهلك. يعني ايه اصلا بتشتغل مصمم جرافيكس؟ يعني قاعد على الكمبيوتر 24 انت بتلعب؟ فدي المشكله الحقيقه اللي احنا بتواجهنا. فكان يعني الحته اللي كانت عندي بقى المشكله دي انا كنت عايز احلها، لما حد يقول لي يعني ايه موشن جرافيك ديزاينر، او يعني ايه مصمم جرافيكس، بقعد اشرحه بقى اللي هقوله لكم بعد شويه. الموشن جرافيكس بقى يعني ايه؟ حطيت له تعريف انا من فتره كده، الموشن جرافيكس في اول ايفنت اتكلمت فيه من اربع خمس سنين، وكان ايفنت حلو قوي يعني، لانه كان ما شاء الله 800 900 بني ادم كلهم مصممين جرافيكس، فكان يعني هلس ومسخره. فما شاء الله انتوا ناس يعني جايين تسمعوا عين، جايين تسمعوا هلس. الموشن جرافيكس هو تحويل كم كبير وممل من المعلومات لفيديو مدته قصيره يعجب المشاهد ويجذبه، بل ويتفرج عليه كمان اكتر من مره. ده تعريف بسيط جدا، وبيتم استخدام التصوير
والصوت والكتابه والرسم وكل حاجه في الموشن جرافيكس ده. يعني انت لو شغال ايه؟ لو انت شغال مهندس بترول ممكن تشتغل موشن جرافيكس، لو انت شغال محاسب ممكن تشتغل موشن جرافيكس، اي حد في الدنيا ممكن يشتغل موشن جرافيكس. يعني موشن جرافيكس مش بس انا شغال في شركه جرافيك او في شركه عادي، لا انت ممكن فكرتك لو انت حتى مهندس بترول، ودي قابلتها وانا بدي الكورسات بتاعتي في القاهره، ان في واحد مهندس بترول اللي كان جاي ياخد الكورس، فانا استغربت فانت ليه جاي تاخد كورس؟ قال لي لان انا عندي فكره حته مسمار كده في مكنه معينه في بريمه ما، انا عايز اصممها 3D واعملها في موشن جرافيكس. فدي حاجه حلوه قوي، ملوش اي علاقه خالص بالموشن جرافيكس، مش عايز يشتغل شركه اعلانات، هو عايز يخدم او يخدم على فكرته صح، وهو ده الموشن جرافيكس اللي بيعمله. تحويل كامل كبير من المعلومات، الصوره صغيره قوي، تحويل كامل كبير من المعلومات. يعني شايفين كل التكست ده كتير جدا، تكست كبير قوي بيتحول للثلاث رسومات اللي انتم شايفينهم دول وبيتحركوا. يعني مثلا لو مسكنا كلمه تمديد، طبعا انتوا اكيد مش شايفين، لو مسكنا كلمه تمديد هتلاقيها مثلا بتعبر او اللي بيعبر عنها السهم. لو مثلا شفنا الولد والبنت دول هتلاقيهم ان دول حاجه اسمهم المبتعثين، الناس بيسافروا بره عندهم منح يعني بياخدوها بره في دول ثانيه، حاجه زي كده بره. كل الجمل دي بتتلخص في الصورتين دول. فانت بس مش مجرد ان انت بتعمل حاجات وتتحركها وخلاص، لا انت كمان بتفكر ازاي كل الكلام ده يتحول للصور البسيطه قوي اللي اي حد هيقعد يتفرج عليها يفهمها حتى لو من غير صوت. فدي بتبقى شغلتك. مش بس كده، يعني في الفيديو ده نوع او تخصص من تخصصات الموشن جرافيكس اسمه انفوجرافيكس. التخصص ده يعني اللي احنا شايفينه ده انا استخدمت فيه رسم ورسم وصوت فويس اوفر او تعليق صوتي زي ما بيقولوا، واستخدمت فيه انيميشن. ففي دلوقتي كده ثلاث مجالات. الانفوجرافيكس ده انا عايز اقول لكم ان في شركات كامله قائمه بس على الانفوجرافيكس وبتعمل منه فلوس حلوه قوي. مش عايز اطمعكم بس اقل فيديو انفوجرافيكس ممكن يعمل 10 جنيه. فيعني المجال ده بيكسب قوي. والحقيقه الفيديو ده الوحيد اللي انا اشتغلت فيه يعني. وده برده حاجه او ده مثال تاني ان برده كل التكست ده بيتحول لصوره بسيطه قوي. دي الموشن جرافيكس فين بقى احنا بنشوفه؟ فين الموشن جرافيكس؟ احنا بنشوفه في كل مكان واحنا مش حاسين. مين بيتفرج على مسلسلات في رمضان؟ يرفع ايده بقى، يعني عايزين نسخن شويه مع بعض. مين بيتفرج على مسلسلات رمضان؟ شفتوا مسلسل كرابش؟ مين كان بيتابع مسلسل كرابش؟ مين بس؟ امير كراره معانا على فكره بره داخل بعدين. تترات المسلسلات، التترات بتاعت البدايه والنهايه واللوجو والمسلسل، كل الحاجات دي موشن جرافيكس. مين بيشوف افلام اجنبيه؟ افنجرز الاخراني اللي هو انفينيتي وور، صح؟ انفينيتي وور صح؟ اللي هو ثانوس، جامد قوي ثانوس. الفيلم ده برضه كل افلام هوليود او كل الافلام اللي في العالم، اللوجوز التترات البدايه والنهايه بالذات في الافلام الاجنبيه، لو انتوا هنا بتحبوا الافلام الاجنبيه قوي فالتتر اللي في الاخر ده هو ده بقى انا اصلا بستنيه. انا كل الفيلم ده انا ماليش لازمه بالنسبه لي، انا قاعد اصلا عشان الحته في الاخر، واي حد هيدوس هيقفل ولا بوز بزعله، اللي هو انا اصلا قاعد مستني كل الفيلم ده عشان اشوف التتر اللي في الاخر ده. شغل الموشن جرافيكس واللي هم بيبدعوا فيه قوي بره. مين شاف مسلسل سيمبسونز؟ حد بيتابع سيمبسونز؟ جميل. مسلسل سيمبسونز كله معمول بالموشن جرافيكس، وبالذات بالبرنامج اللي انا هتكلم عنه كمان شويه، برنامج الافتر افكتس، اللي هو اصلا 90% او يعني ممكن 99% بتاع الموشن جرافيكس. الحاجات دي برضو اللي انتم مش شايفينها دي بتستخدم في الموشن جرافيكس، زي مثلا الالعاب الجيمز، المؤثرات بتاعت الجيمز زي الدم النار الدخان، الحاجات دي كلها. اللي بيلعب كول اوف ديوتي، مين بيلعب كول اوف ديوتي؟ مين بيلعب كول اوف ديوتي؟ طب مين بيلعب كلاش اوف كلانس؟ طب مين بيلعب كاندي كراش؟ طب المزرعه السعيده، حد لعب المزرعه السعيده؟ ايوه كده بقى، ايوه. كل الحاجات دي، كل الافكتس اللي بتستخدم في الالعاب دي بتبقى معموله بمجال الموشن جرافيكس. السيديهات التعليميه، حد اتعلم من السيديهات التعليميه؟ فاكرين السيديهات التعليميه؟ ايه الجديد ولا قديم؟ مين جيل الثمانينات هنا؟ مين من الثمانينات؟ ما شاء الله، انتوا كلكم تسعينات ولا ايه؟ تسعينات والفينات؟ بسم الله ما شاء الله، ما عدتش عليكم حته السيديهات دي. السيديهات التعليميه دي انا كنت فاشل في المحن، فاشل تماما، ضايع، ما بفهمش اي حاجه. نزلت معرض الكتاب جبت سيديهات كده كان اسمها الاستاذ، الكلام ده من 2000 سنه مثلا قبل الميلاد. جبت سيديهات
كان شرح كل النحو فيها والله العظيم 4 ساعات بالظبط، بقيت استاذ نحو. دخلت الامتحان جبت 49 من 50 حاجه زي كده في العربي، معرفش ازاي. من السيناريوهات التعليميه دي، السيناريوهات التعليميه دي كانت بتتعامل بالموشن جرافكس حرفيا، بتتعامل بالموشن مينيوز والحاجات دي كلها اللي بتتحرك بتتعامل بالموشن جرافكس. انا حاسس ان انا بتكلم عن اللغه الهيروغليفيه مثلا، مفيش حد يعرف خالص السيناريوهات التعليميه دي، بس هي جميله يعني، هي حلوه. التوتوريالز اللي على اليوتيوب كلها بتبقى موشن جرافكس. الاعلانات بتاعت السوشيال ميديا، الانستجرام، يوتيوب، فيسبوك، كل الاعلانات دي يستخدم فيها الموشن جرافكس. مين بقى داخل الفرح ومستني الفوتو كليب اللي في الاخر، اللي هو المفروض ان هم قد ايه سعداء مع بعضهم وقد ايه كانوا بيحبوا بعض، وهم اصلا يوم متخانقين بره ومتفقين على الطلاق ومودينه على وصل امانه قبل ما يخش مضروب بيتزا على قفاه. كويس ان المايك فصل في الحته دي. ده برضه موشن جرافيكس وبيتاخد فيه اولوفات، يعني ايقاع في العرضه فيه رقم، علشان انا مش متطمعكم والله عشان تخرجوا تشتغلوا موشن جرافيكس، مش متطمعكم خالص، بس هو مجال حلو يعني. والغريبه ان انا بعد العشر سنين دول ما اشتغلتش موشن جرافيكس، انا بعمل كورسات دلوقتي او بعلم الناس مجال الموشن جرافيكس. ده ليه؟ لاني اتخنقت من الروتين الممل والخنيق والقاتل في الشركات، مع اني اشتغلت في اكبر شركه في مصر. اخر شغل خالص اشتغلته في حياتي كان اكبر شركه اعلانات في مصر، اشتغلت فيها 6 شهور، كنت ببات في الشركه بالاسبوع والاربع ايام وحاجات كده، وباخد معايا الفوطه وعارفين انتوا اخرج بالفوطه زي ماوزر كده، واخد الفوطه على كتفه وانا لسه واخد دش، حرفيا ده اللي بيحصل. واكبر شركه اعلانات في مصر، وكل التترات بتاعت رمضان اللي قبل اللي فات على طول كنت انا مشارك فيها. بس للاسف ده ما كانش بيحقق لي شغف، او اللي هو وبعدين طب انا فين؟ نعم كنت مرتب، باخد مرتب كويس مش وحش، شاب يعني في سني، يعني مش شاب قوي، بس يعني كنت باخد مرتب كويس يعني، لكن ده ما كانش شغلي. انا شغفي ان انا اتكلم مع الناس، اعمل قناه يوتيوب مثلا على اليوتيوب، اتكلم عن مجالي اللي انا بحبه جدا، واتكلم في قناه يوتيوب اصلا ما بتكسبنيش دولار او جنيه او سنت، لكن انا بحب ده وبستمتع بيه. ومن فتره فكرت ان انا اعمل كورس للموشن جرافر او موشن جرافيكس علشان افهم بقى الناس مجالي ده. والغريبه ان انا قبل ما اعمل الكورس او وانا بعمل الكورس ما كانش معايا مبلغ غير 3500 جنيه في جيبي بس، وخلاص سبت الشغل وقاعد بقى في بيتنا. فبقول لامي معلش انا بشكر امي كتير، لان انا ابويا ميت بقى له 12 سنه، فاللي هو يعني مفيش غيرها، وانا ما عنديش اخوات اصلا، فاللي هو مفيش غيرها عندي في البيت. فبقول لها يا حاجه انا مصدر رزقي الوحيد دلوقتي هو كورس الموشن جرافيكس. والله العظيم ما كملتش الكلمه وجالي تليفون من واحد، والله العظيم والله العظيم ما كملتش ثانيه بعد ما قلت الكلمه دي ثانيه بالظبط، والتليفون رن، الو يا محمد انا كذا 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 عايز اعمل معاك شغل، وانا معيش غير 3500 جنيه عايز تعمل شغل بكام؟ قال لي عايز اعمل شغل ب 5000 جنيه شكرا. رحت رايح مقابل الراجل خدت منه الفلوس. ثاني يوم راح واحد مكلمني ثاني انا عايز اعمل معاك شغل ب 5000 جنيه فبقى معايا 10000 جنيه اللي هم اصلا كنت بفكر اعمل بيهم ويب سايت واجيب فيديو هوستنج وويب هوستنج واكبر بقى الموضوع واعمل كورس اون لاين علشان ابقى يعني انتشر بقى في العالم العربي وكده. وسبحان الله الغريب كمان في الموضوع ان انا بعد ما عملت الشغل ده لحد اتصل بيا عشان ياخد الشغل ولا حد تابعه معايا. فانت الموضوع ده لما تعرفه او لما تسمعه او لما يحصل لك انت شخصيا، انت مش جسمك بس بيقشعر، لا ده انت ربنا بيقول لك انا معاك، اللي هو خد فلوس كمل ومالكش دعوه، ما تقولش رزقك الوحيد انا اللي برزقك مش حد تاني. وده يمكن اول درس اتعلمته في حياتي اول ما بدات مشروعي من سنه بقى، ان طالما انت اخلصت النيه والنيه صح وان انت مخلص مع ربنا ويعني بتكلمه كده من جواك في السر من غير ما حد يعرف، هو هيديك، بس انت اسعى واجتهد واتعب هتلاقي والله. ودي من الدروس المهمه قوي اللي انا اتعلمتها في حياتي يعني. طبعا نتكلم عن مجال الموشن جرافيكس الجميل قوي ده، حد تحمس للمجال ولا يعني حلو مجال لطيف يعني؟ المجال الموشن جرافيكس بقى مين اللي اخترع الحاجات دي كلها؟ مين اللي عمل اصلا المجال ده؟ الاب الروحي بتاع المجال ده اسمه جون ويدي، هو الاب الروحي للسي جي عموما، او سي جي اختصار كمبيوتر جرافيكس. عمل اول شركه الحقيقه ما كانتش كرييتيف خالص سماها موشن جرافيكس. هو كده انا بشتغل جرافيك ديزاينر هسمي الشركه بتاعتي جرافيك ديزاينر. فعمل طبعا الكلام ده في الستينات يعني قبل حتى ما حد يعرف يعني موشن جرافيكس، وكان عامل مكنه كبيره كده يعمل بيها الموشن جرافيكس. وهنتفرج دلوقتي على فيلم هنشوف الكلام ده كان بيتعمل ازاي زمان. الموشن جرافيكس بقى فين او احنا فين من الموشن جرافيكس؟ المجال ده كل يوم بيتطور اكتر من الاول. دلوقتي احنا بنشوف حاجات مخيفه بالموشن جرافيكس حرفيا،
اللي بيستخدموا فيه حاجات كتير قوي، كل حاجه بتستخدم زي ما احنا قلنا في الاول، الصور، الرسم، كل حاجه. المصريين كعادتهم، والله مش بتريق، كعادتهم ان احنا لما بنخش في مجال بجد بنبقى جامدين فيه بجد. ويمكن عشان كده اصلا حاجه زي تيدكس دي اتعملت، علشان تجيب الناس الكويسين، مش انا، علشان تجيب الناس الكويسين في المجالات يعني. ف حاجه زي الموشن جرافيكس المصريين طبعا يعني وصلوا لمرحله ان هم في ناس دلوقتي شغاله في هوليوود، مصريين زي وزي كده وساكنين جنبنا زي محمد صلاح كده في بره. ففي مصريين شغالين في المجال ده بره وبيعملوا حاجات رهيبه بالمجال ده. فالمجال مش مقتصر على الاجانب بس، لا، احنا بنعمل حاجات قويه جدا. اللي احنا محتاجينه في الموشن جرافيكس ان حد يعمل 1% من 99 اللي ما بيتعملوش. يعني احنا كلنا كافراد او كاشخاص او بني ادمين، في 99 مننا ما بيعملوش 1% من الاصابع، اللي هي الاتقان، ان انت تتقن عملك او تخلصه. فالواحد في المية اللي بيعمل ده بيوصل للهدف بتاعه. كل الفكرة ان احنا نسمع كلام بس يعني ربنا، ان احنا نتقن عملنا وهنوصل زي محمد صلاح وزي الناس اللي شغالة في هوليوود وزي الناس دي. طبعا في نهاية كلامي، انا فخور جدا ان انا واقف قدامكم قدام محافظة المنوفية، واتمنى يا رب ان انا اكون ضيف خفيف عليكم، وان انا ما كنتش ضايقتكم ولا حاجه.